القادمة يعني لازم طبعا كلنا نكون بنتكلم عليها، لأن هي أضافت لينا الفخر بشكل كبير جدا، حتى لو مش هيكون في حد يتسلم هذه الجائزة، ولكن وجب التنبيه على أفضل منتخب عربي المنتخب المغربي وما قدمه في بطولة كأس العالم قطر 2022. منتخب طبعا تألق بشكل كبير جدا ابتداء من دور الـ16 وتغلبه على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح 3-0، مرورا بالدور اللي بعده لما تفوق على المنتخب البرتغالي بهدف مقابل لا شيء، عشان يكون سوء الحظ ان هو يلتقي في السيمي فاينال، في انجاز كبير جدا للمنتخبات العربيه والافريقيه. قابل البطل، بطل نسخه كاس العالم 2018 المنتخب الفرنسي، بعد كده يلعب على الثالث والرابع ويهزم ايضا من المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل الهدف. فبالتالي بنبارك للاتحاد المغربي لكره القدم، ونفسنا باذن الله نشوف منتخبنا الوطني المصري فيما هو قادم ان شاء الله بيخطو نفس الخطوات، لان عندنا لعيبه كبيره جدا وتاريخ كبير جدا في القاره الافريقيه. خلونا نشوف الفيديو القادم عن المنتخب المغربي. نخش على التشكيلات الخاصة باللاعبين اللي أجادوا خلال الموسم الماضي. هروح للاعب طبعا يعني حضراتكم أول ما هبدأ أتكلم عليه أكيد هتتعرفوا عليه سريعا. بدأ مسيرته مع النادي الأهلي وعنده 18 سنة تحديدا موسم 2014-2015 عشان ينضم لمنتخبنا الوطني المصري لأول مرة عام 2016. هو دلوقتي أكيد واحد من الجيل الذهبي للنادي الأهلي اللي توج بالعديد من البطولات، واحد كمان من كباتن النادي الأهلي، أفضل ظهير أيمن عن موسم 2023، واللي وقف لعيبة كتيرة جدا، يكفي ألفونسو ديفيز اللاعب السريع جدا اللي بيتواجد مع بايرن ميونخ. خلونا نتعرف على أفضل ظهير أيمن عن موسم 2023. افضل ظهير ايمن عن موسم 2023 محمد هاني لاعب النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني المصري. وقف الفونسو ديفيز بس احنا في ماتش كره خماسيه رقصته وعديت عادي جدا. محمد مبروك، واكيد يعني موسم بيبقى صعب، وانا ابتديت كلامي بقى عليكم كلاعيبه ان انت تستمر، فكره الاستمراريه، الموسم بيبقى طويل، الموسم فيه تلاحم مباريات، الامور دي كلها اكيد بتاثر عليك كلاعب وبتديك دافع لما هو قادم في قصه الاستمراريه كمان. مساء الخير، طبعا حابب اشكر كل الناس الحضور وكل الناس الناجحين الموجودين هنا، يعني شرف لي ان انا اكون موجود وسط الناس الناجحه دي. حابب طبعا ان انا اشكر مجلس الاداره، طبعا مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو واقف معانا السنه دي بشكل كبير جدا، وقدرنا ان احنا نحقق بطولات، يعني الحمد لله كان موسم استثنائي بالنسبه لنا. يعني
طبعا حابب اشكر الجهاز الفني، طبعا هو اللي واقف جنبنا من اول موسم، وهو اللي وصلنا للمستوى ده يعني. طبعا حابب اشكر زمايلي واخواتي، طبعا الرجاله اللي يعني عملوا موسم استثنائي، وانا فخور ان انا واحد من الجيل ده. الحمد لله، طبعا يعني كان موسم استثنائي، والناس كلها شافت قد ايه الجيل ده جيل مميز. الحمد لله قدرنا ان احنا نحط اسمنا في التاريخ بحاجه مشرفه، وهو ده النادي الاهلي. انت يعني هو ده الطبيعي، طبعا انت بتشتغل وبتتعب وبتسعى وبتعمل عليك، وطبعا النتيجه بتبقى بتاعت ربنا في الاول في الاخر. بس يعني زي ما قلت لك، في الاول في الاخر النتيجه بتبقى بتاعت ربنا. طيب. بس احنا عملنا اللي علينا يعني السنه دي. الضغوطات كمان يا هاني، يعني انت واحد من اللعيبه اللي دايما بتكون على الميعاد، بتتعرض لنقد كتير جدا، ولكن يجي وقت الجد محمد هاني موجود. هستشهد بنسختين لبطوله كاس العالم للانديه، لعب عليك يعني واحد من اسرع اللعيبه في العالم ان ما كانش اسرعهم، الفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ. كاس العالم الماضيه كمان لعب عليك طبعا فينيسيوس جونيور، رغم النتيجه ولكن النادي الاهلي كان اداؤه مشرف وانت قدمت مباراه جيده. والله يعني كله طبعا بيبقى بتوفيق ربنا في الاول وفي الاخر، يعني زي ما قلت لك، انت بتشتغل وبتسعى، والماتشات دي بتبقى احسن ماتشات، يعني بجد من احسن ماتشات في تاريخك ان انت تلعب قدام فرق كبيره وقدام لعيبه كبيره زي دي. الماتش بيبقى ممتع يعني ان انت تلعب قدام لعيبه كبار زي دي، وانت بتحط لنفسك طموح ان انت عايز تظهر بشكل كويس، وعايز تثبت لنفسك وتثبت للناس ان انا قادر ان انا اوقف مثلا ناس كويسه زي دي، وربنا بيكرم يعني في الاخر. انت واحد من كباتن النادي الاهلي، والنادي الاهلي في موسم استثنائي يمكن حصلتوا على كل البطولات، بس انا عارف انتوا كلعيبه نفسكم دايما تعملوا حاجه في كاس العالم للانديه، ويعني لو كلمه هتوعد بيها جمهور النادي الاهلي واكيد كمان مجلس ادارته بوجود الكابتن محمود الخطيب. زي ما قلت لك، احنا يعني اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها بيبقى هدفه ان انت تحقق حاجه يعني، واحنا دي البطولة الوحيدة اللي احنا ما قدرناش ان احنا ناخد فيها مركز اول او تاني لحد دلوقتي يعني. واحنا زي ما قلت لك، احنا الحمد لله جيل طموح ان احنا نكسر ارقام، وان احنا نعمل حاجات ما حصلتش قبل كده. فاحنا يعني طبعا هنشتغل على ده، ويعني بناخد المرحلة بمرحلتها. لسه عندنا بطولة ان شاء الله يوم 15 السوبر الافريقي في السعودية، فنخلص المرحله دي وبعد كده نشوف ايه اللي جاي، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. ودايما مستمر في النجاح والتالق. شكرا، شكرا وبشكركم. شكرا.